هذا سائل يقول: جعل لنا في فرنسا شقة من عمارة للصلاة، ويدفع ثمن تأجيرها أناس ليسوا بمسلمين، فهل هذا المكان مصلى أم مسجد؟ وما حكم الصلاة فيه؟ إن وجدتم مكانا ليس للكفار عليه سلطة وليس لهم فيه منة، يجب عليكم ذلك. وإذا لم تجدوا إلا هذا المكان فصلوا فيه إلى أن يغنيكم الله عنه،